خبرنا الأول جدا جميل، وعن دعم المنظومة الصحية بشكل عام وإدارة الطوارئ الطبية بشكل خاص. يدشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي دخول 80 سيارة أسعاف جديدة للخدمة لتلتحق بنظيراتها ضمن أسطول الأسعاف التابع لإدارة الطوارئ الطبية. قواهم الله كوادر وزارة الصحة، يعني بصراحة على هذا المجهود اللي يقومون فيه، وهذا النوع من السيارات يعني يعتبر الأحدث بالتجهيز والأكثر تطور ويحتوي على آخر ما توصلت لتكنولوجيا الربط الإلكتروني بين المسعف في السيارة وبين الطبيب داخل المستشفى. بالفعل، وطبعا مشاهدين الكرام، للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا من إدارة الطوارئ الطبية الزميلة لمى بعلاوي، مراسل تلفزيون دولة الكويت. صبحت الله بالخير زميلتنا لمى، ونقول الله يعطيك العافية. لو تضعينا في تفاصيل لهذا الموضوع. نعم، في البداية صباح الخير. بالفعل 79 سيارة إسعاف جديدة متجهة نحو خدمة الإنسانية، 79 سيارة إسعاف جديدة ستعبر حواجز الزمان والمكان لتقديم أفضل الخدمات الصحية للحالات الطارئة ولإنقاذ الأرواح. بالفعل قام قبل قليل معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بتدشين 79 سيارة إسعاف جديدة لتلتحق بنظيراتها ضمن أسطول الإسعاف التابع لإدارة الطوارئ الطبية. للحديث أكثر عن هذه الخطوة المتقدمة للمنظومة الصحية، يسعدنا الآن أن نستضيف الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. يسعد صباحك دكتور في البداية. حياك الله أختي لمى. نعم دكتور، حدثنا عن دلالة هذا الإنجاز اليوم، إضافة 79 سيارة إسعاف جديدة لأسطول إدارة الطوارئ الطبية. كيف تقرؤون هذا الإنجاز وأيضا تداعياته على أيضا عمل وزارة الصحة؟ نعم، أسعد الله صباحكم في كل خير. بداية، نحن سعداء اليوم بالتواجد في هذه الفعالية، وهي تدشين دخول 79 سيارة إسعاف للخدمة في وزارة الصحة في دولة الكويت، واستلامها من إدارة النقليات في قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع في وزارة الصحة إلى إدارة الطوارئ الطبية في قطاع الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، وذلك كان قبل قليل بحضور معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، وكذلك سعادة وكيل وزارة الدكتور عبد الرحمن المطيري. نحن عندما نتحدث عن سيارات الإسعاف بالمجمل، فإننا نتكلم عن أحد المرتكزات الأساسية للنظم الصحية، ليس فقط في دولة الكويت وإنما حول العالم، وهي أحد وسائل الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، ولكل حالة تحتاج التقديم والرعاية الصحية أو الطبية العاجلة أو نقلها إلى أقرب منشأة صحية علاجية. حقيقة يأتي هذا الإنجاز وهو ثاني إنجاز لوزارة الصحة خلال هذا الأسبوع ضمن خطة 100 يوم في برنامج عمل الحكومة 2024-2027، ويندرج هذا الإنجاز وهو استلام 79 سيارة تحت مشروع تسهيل الوصول للخدمات الصحية المتكاملة. يأتي هذا الإنجاز الثاني بعد إنجاز مشروع حوكمة خدمات التأمين الصحي التي دشنت في يوم الأحد الماضي، والتي جاءت تطبيقا لقانون 71 لسنة 2023 بعد إضافة الشرائح الثلاث بتعديل المادة الثانية من قانون 114 لعام 2014. يأتي كذلك هذا الإنجاز وهو استلام 79 سيارة إسعاف ترجمة لخطة التنمية للبلاد، وتحقيقا لرؤية كويت جديدة 2035، لا سيما تحت هدف تحقيق صحة ورفاه المجتمع. جميل دكتور، كما تعلم اليوم مع تدشين 79 سيارة إسعاف جديدة، هذه السيارات مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، أيضا وجود العناية المركزة ونظام التلومتري، يقوم هذا النظام بالربط الآلي نستطيع أن نقول بين الفني الطوارئ الطبية وأيضا أقسام الطوارئ في مختلف
أكثف المستشفيات، وهذا ما يميز بالفعل الأسطول الجديد لسيارات الإسعاف. حدثنا عن هذا الموضوع أكثر. نعم أختي لما، مثل ما تفضلتي، سيارات الإسعاف في البداية هي تأتي على مستويات. هناك سيارات مخصصة لنقل المرضى، والسيارات المخصصة لنقل المرضى هي تحتوي على الأدوات والأجهزة الطبية الأساسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية لحين توصيل أي مريض إلى أقرب منشأة صحية علاجية لتلقي العلاج اللازم. وهناك من سيارات الإسعاف من تحمل مواصفات العناية المركزة. سيارات الإسعاف التي نحن بصددها اليوم والتي تم استلامها 79 سيارة إسعاف، جميعها تحمل مواصفات العناية المركزة ومعايير السلامة الطبية، وجاءت حقيقة لتحقيق جودة وسلامة الاستجابة الطبية العاجلة للحالات العاجلة. إضافة إلى مواصفات العناية المركزة، هي تحتوي على تقنية حديثة تستخدم الآن، وهي تقنية التلي هيلث، وهو تواجد وسائل اتصال مرئية ومسموعة من داخل سيارة الإسعاف وخارج سيارة الإسعاف، بالتواصل مع أقسام الطوارئ التي ستتجه إليها سيارة الإسعاف. فيكون حقيقة هناك تواصل ما بين الطاقم الطبي داخل السيارة وما بين الطاقم الطبي كذلك في أقسام الطوارئ لتلقي الإرشادات والتوجيهات الطبية فيما يخص حالة المريض، وكذلك الطاقم الطبي المتواجد مع المريض يعطي مستجدات الحالة المرضية للطواقم الطبية داخل أقسام الطوارئ في المستشفيات، حتى يتم تجهيز والإعداد اللازم للأدوية والعلاجات اللازمة التي تحتاجها حالة المريض. فمتى ما وصل المريض إلى قسم الطوارئ سيكون إن شاء الله تعالى كل العلاجات جاهزة ومتوفرة، وسيتم تقديم هذا العلاج له على الفور وبالسرعة المطلوبة وبالجودة اللازمة. جميل دكتور. أيضا دكتور، اليوم استراتيجية وزارة، حدثنا أكثر عن خطط وزارة الصحة واستراتيجيتها في التوزيع أو تحقيق التوزيع العادل لهذه السيارات المستجدة، خاصة مع التوسعات الجديدة في المدن الإسكانية. كيف ستطبق وزارة الصحة هذا النهج؟ نعم، سؤال ممتاز. سيارات الإسعاف أو خدمات الطوارئ الطبية بشكل عام هي لا تقتصر فقط على نقل الحالات العاجلة أو الطارئة، وإنما هي منظومة أشمل وأعم ومفهوم أكبر من ذلك يطبق ضمن منظومتنا الصحية ولله الحمد في البلاد. هناك يعني يتم نقل حالات غير العاجلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام. نتكلم عن حالات الغير العاجلة، مثل هناك على سبيل المثال مرضى يحصلون أو يتلقون غسيل الكلى، فتنقلهم من المنازل إلى مراكز غسيل الكلى المنتشرة في جميع محافظات البلاد. كذلك هناك تواجد كثيف لسيارات الإسعاف، تواجد احترازي وقائي أثناء المناسبات التي تمر في البلاد، المناسبات الدينية أو المناسبات والأعياد الوطنية أو كذلك المناسبات السنوية التي تأتي مثل شهر رمضان المبارك والعشر الأواخر. هناك تواجد في المجمعات التجارية، تواجد كذلك في الفعاليات الرياضية، كذلك تعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتغطية الفعاليات التي تحمل ذات الطبيعة يعني جماهيرية وفيها تواجد أعداد من المرتادين. كذلك هناك تواجد لسيارة الإسعاف دائم على مدار الساعة في المناطق الشمالية في البلاد والمناطق الجنوبية، أعني بذلك المناطق الحدودية، سواء عبر الإسعاف الأرضي أو عبر كذلك الإسعاف الجوي، الإسعاف العمودي. حقيقة استلام 79 سيارة إسعاف، هذا العدد سوف يعني حقيقة يعطي طفرة نوعية وكمية للخدمة، خدمة الطوارئ الطبية في البلاد، ويعطي بإذن الله تعالى أريحية في مواجهة التصاعد الطردي للبلاغات التي تستلمها وزارة الصحة عبر مركز العمليات ومركز الاتصالات في الطوارئ الطبية، وفي مواجهة كذلك التمدد والتوسع الجغرافي للمناطق والمدن السكنية، ولكذلك مواكبة التعداد السكاني. هذا بالإضافة إلى تغذية المناطق الصحية وتغذية المحافظات البلاد بهذا الكم والعدد من السيارات والنوع،
يعطيهم بإذن الله تعالى لا مركزية وأريحية وسرعة في التعامل مع الحالات الطارئة والحالات العاجلة. جميل جميل، يعطيك الألف عافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. كان معنا الدكتور عبد الله السند وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. بالفعل زملائي، اليوم نستطيع أن نقول بأن الطوارئ الطبية هي العمود الفقري للرعاية الصحية، وهي أيضا حجر الأساس لاستقبال الحالات الطارئة. تبنت المنظومة الصحية نهج التطوير المستمر للبنية التحتية لهذه الإدارة من خلال صقل مهارات الكوادر الطبية العاملة في هذا المجال وإطلاعهم على آخر المستجدات وبروتوكولات العمل المعمول بها عالميا، وذلك في سبيل الارتقاء بهذه المنظومة، منظومة الرعاية الصحية الطارئة، ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد وتلبية نداء الواجب الإنساني. هذا كل ما لدي زملائي، وننتقل إليكم. بالفعل لما يعني دائما لا تعلو جهدا وزارة الصحة وخاصة إدارة الطوارئ الطبية في رفع كفاءة الكوادر الطبية وأيضا توفير الآليات المناسبة على كفاءة عالية بهذا الشأن. شكرا لك زميلة لما بعلاوي مراسل تلفزيون دولة الكويت ولضيفك الكريم.